اولاد اولاد بتعملوا ايه؟ انتوا قاعدين في التلفزيون ليه؟ ممكن بقى تروحوا تقعدوا تذاكروا شويه. مش عارفه، ما حدش بيرد عليا. اتفرج انا كده على الاخبار واشوف في ايه النهارده. ايه ده؟ الله، ده ما فيش اخبار خالص. لما اروح اشوف كده الولاد بيعملوا ايه. هو انا مش بنادي عليكم؟ ايوه يا ماما، احنا سامعينك، قاعدين نتفرج على التلفزيون. هنقوم نذاكر. حاضر حاضر يا ماما، هنقوم نذاكر بقى. انا مش فاهمه، يعني انا عماله انادي عليكم من قدام التلفزيون، قوموا اقعدوا ذاكروا، قوموا اقعدوا ذاكروا، مفيش فايده ابدا يا مامي. طب احنا في اجازه، طيب ممكن كفايه، طيب تقعدي تقولي لنا ما نعملش ايه. انا بجد تعبت معاكم، لما بابا يجي انا هقول على اللي انتوا بتعملوه. لا لا، خلاص خلاص، هنطلع نذاكر، بلاش تقولي لبابا حاجه، هيقعد بقى يتخانق معانا. ما بنحبش خالص خناقات بابا. ايوه يا بابا، احنا ما بنحبش خناقات بابا، مش عايزينك تقولي له اي حاجه. طيب خلاص، يلا قدامكم 5 دقايق بس، وطبعا بعد كده تتفرجوا على تقعدوا تذاكروا لحد لما التلفزيون يخلص. اوكي مامي، دي مش ممكن، ماشية ورانا. تزني 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 تزني، يعني هما اللي ذاكروا، يعني عملوا ايه؟ ايه ده؟ ده في حد جاي، انا مش مستنية اي حد دلوقتي. اما اشوف مين جه. ايه ده ماما، في حد جه؟ يا رب يكون اي حد نلعب معاه، انا حاسه انا متضايقه جدا وزهقانه قوي. ايه ده في شكل فعلا حد جه، يا ترى بقى ده مين؟ يا ترى ده مين؟ عم نشوف. بصي، انا ابني جه. انا اسمي مدام مارتينا، هو ابني اهو. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اتفضلي. هو انا كنت بس جاري مشوار طارئ لازم اروح اعمله، فانا مش عارفه اسيب ابني مع مين، فممكن انتي، هو اسمه روزا، فممكن ان هو اسيبه معاكي. اسمه روزا؟ ايوه، بس بنقول له كيم روزا، يعني بس احنا بنقول له روزا. فممكن اسيبه معاكي، بس معلش انا اسفه جدا. وبعد كده باجي اخده وهديكي 100 دولار في ال3 ساعات دول. انا عارفه ان دي حاجه غريبه يعني، بس اعمل ايه؟ جاي المشوار طوالي وانتي الجاره الوحيده اللي جنبي. ايه ده؟ ده في طفل شكله جاي جديد. الله، نلعب معاه نلعب معاه. يا رب بقى، يا ترى هيكون انهي طفل؟ ايه ده؟ ده في حد قدي. طيب خلاص، بصي طب ممكن تسيبي رقم موبايلك عشان لو حصل اي حاجه اكلمك. طبعا شور، اكيد هسيبلك رقم موبايلي. ادي اهي 200 جنيه، قصدي 200 يورو كمان مش 100، عشان خاطر لو احتاج اي حاجه زياده او كده. اوكي، بس كده كتير جدا يعني على 3 ساعات. انا بقول لك عشان كده، انتي خليه بس معاكي، ونبقى نيجي لما ارجع بتحسب. اوكي، وهنا كل اللعب بتاعته، ودي الشنطه بتاعته، وخلاص. تعالى يا روحي، شكله كيوت قوي. لا، هو من ناحيه كيوت فهو كيوت جدا. باي باي يا حبيبي، هتوحشني، هجيلك تاني كمان 3 ساعات. الحمد لله، دي حاجه غريبه جدا. يا ربي، شكلهم عيله كويسه جدا، الحمد لله انا سبت ابني معاهم، على ما يعملش فيهم حاجه. تعالى بقى يا روحي، اعرفك على ولادي. دي هنا انا. ايه ده؟ هاي يا مامي، انتي جبتي حد يلعب معايا؟ هاي، انا اسمي روزا، انا هنام هنا معاكم النهارده. ايه ده، انت هتنام معانا؟ ايوه هنام معاكم. شكله طفل مزعج قوي، ربنا معاكي يا اما. تعالى يا روزا عشان نطلع فوق اوريك حاجتك وتقعد تريح شويه. اوكي، تعالى اوريك اوضتي، هتنبسط فيها جدا. انا عندي كاسل بتاع الاميره، وعندي البيت بتاعها. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما بحبش الاميره والجو بتاع البنات ده. انا هطلع فوق عشان اريح شويه. يا ماما، بيقولي ان هو ما بيحبش الاميره والجو بتاعها، ده رخم قوي يا ماما. عيب كده يا ام، ما تقوليش كده قدامه. اطلعوا بقى فوق والعبوا انتوا الاتنين مع بعض لحد ما نشوف مامته تيجي تاخده امتى. انا ماما هتتاخر، وعايز ان انا اتفرج معاك على التلفزيون. يا روزا، تعالى يا روزا اتفرج على الاوضه بتاعتك. كده يا ماما، هو بقى عنده اوضه خلاص، قصدي الاوضه اللي هيقعد فيها. الله، حلو قوي السرير ده. ايه ده؟ ده السرير بتاعي انا، انت خدته ازاي يعني؟ بصي، بقول لك انا هنام انا هنا النهارده، ودي صرفي. تعالي يا ماما، معلش خليه بس ينام المرة دي في سريرك، ونبقى نشوف حل تاني. يا ماما، ده السرير بتاعي انا، ليه هو ينام فيه يعني؟ انا مش قادرة افهم، وشكله اصلا رخم جدا. اما عيب كده يا ماما، منقولش لحد في وشه ان هو رخم.
طب اعمل ايه يعني يا مامي؟ انا عايزه انام في السرير بتاعي، اشمعنى هو يقعد في السرير بتاعي وانا لا؟ ايه يا مامي المعامله الوحشه دي؟ طيب خلاص انا هعمل لكم بقى بيتزا عشان خاطر ما نقعدش تقعدوش تتخانقوا، ايه رايك؟ ممكن بقى تقوم عشان ناكل البيتزا بدل ما انت قاعد في السرير بتاعي؟ لا انا عاجبني السرير بتاعك وهفضل قاعد فيه اليوم كله، بس انا هقوم عشان ناكل بيتزا وارجع تاني. يا ريت انتي بقى ما تناميش هنا، انا ما شفتش بجد واحد رخم كده زيك. يوه دي شفتي حاجه؟ لما اكل بقى وافر افرش هدومي هتبقى تغير رايي خالص. يا جماعه البيتزا جت، واو انا نفسي اوي اتعشى بيتزا، بقالي كتير جدا ما اتعشيتش. الله هناكل بيتزا، هناكل بيتزا، واو واو. مش بقولك لأكلك ايه؟ يلا بقى باي باي عشان ناكل بيتزا. الحمد لله جبتلهم كل الأنواع. ماما دي بالايه؟ في واحدة بالموتزاريلا وتانية بالسلامي وتانية بالطماطم والخضروات. الله انا بحبهم جدا كلهم يا مامي، كلهم شكلهم طعمهم يجنن. انا بفكر اخد انا الناحية دي. يوه انا نسيت ان انت ما بتحبش الحتة دي، بس انت مش تاخد البيتزا كلها. لا انا عايز اكل بيتزا شيك. نعم عايز اخد بيتزا شيك. ايوه حطيلي البيتزا في الخلاط واضربيها مع لبن، بحبها جدا كده. انت متأكد من اللي انت بتقوله؟ ايوه انا متأكد. ايه ده يا ماما؟ ده الولد ده مجنون اكتر مني، ده بيعمل حاجات غريبة جدا. ايوه ده هيجنني، ده طلع فوقنا في سريري وفاكر ان هو سريره. اعمل فيه ايه؟ اهو حطيت لك البيتزا يا حبيبي، احطها بقى كده ونشوف هيحصل فيها ايه. اوكي هتعجبك جدا يا طنط بجد، لما تدوقيها طعمها يجنن. انا عايز اكل البيتزا شيك، عايز اكل بيتزا شيك. اوه يلا بقى عشان تنام والدنيا اتأخرت جدا. ما احنا نايمين اهو يا ماما، اهو نايم في سريري ومرتاح وانا نايمة على الارض. انا مش قادرة اصدق ان ده سريري انا وهو نايم فوقيه. خلاص بقى معلش يا روزة، عملتلك اللبن بتاعك عشان تشربه قبل ما تنام. هو شكرا جدا ماما كلاوديا. ايه ده انا بقيت ماما كلاوديا؟ كيوت برضو بس مش مشكلة يعني. الحمد لله النهاردة كان يوم مجهد جدا يا مرتين. واحدة ست جت جابت لي الولد وقالت لي ان هي عايزاه يقعد معانا. لو سمحتي بتعمل ايه في السرير بتاعي؟ انا ما بعملش حاجة، انا بس كنت مش عارف انام، فكنت عايزة ان انا اجي اقعد جنبك شوية. لا يا حبيبي ما ينفعش، لازم ديك السرير بتاعك. لا انا مش عايزة اقعد في السرير بتاعي، انا عايزة اقعد في السرير بتاعك انتي. وانا عرفت ليه دفعت لي 200 يورو، الولد ده فعلا مزعج اوي اوي.